أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حكب العبرية آيات خنطن إيا أفراد وصورة الأنعام كمدة، وأن سوق أرني عشر كاني بقول إيا سديتن إيا شناد أنه كده جرنا سورة لحاذ وقرآن كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وهو ناقص ورمي عشر كاني آيات وودا بيي إلهي وحاو نهي دادك بركود أيام بركة كالة كو إبتليني ودادك والا يسكو جرهب أيا وداد أيا فلفضل أيا waxa la isugu jareebayna waxa weeye inay yiraahdaan kuwa la sharifay oo kor loo qaaday oo wax la siiyay oo aqniyadii iyo dadkii maartay magac lahay ah ayagoo kuwa kale intoodo ka hooseeya xaqiraaya qolada tanmiya ilaahi subhanahu wa ta'ala islaamki iyo hidaayadii iyo wanuunki ilaahi uu ku galadeysay ayagoo anaga dhex jooga anagana arintaas aysan soo bilaabin say ku dhici kartaa إلهي مركز حودة سوى كورة دراية رنتاس أليس الله بأعلام بالشاكرين سو إلهي مد عالم كؤه ماهن كوى شاكرين تأهو كشكرين آيه وسو إلهي هنونين مايو أدو منكي سي إلهي سونين كو دوران مايو هاوي يمر مركز هادنا إلى أيضو أي نوصع تولي أرنتي وضدك فقرد أهاي وإلهي سبحانه وتعالى رسولكي سو صعد أي عشر كيني فرؤى نسود أفيني آخر كيسي إلهي سبحانه وتعالى أصوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولمركا وهو يددك فقراء أهاي أيا إلهي سبحانه وتعالى أنه غور ميا إيه وحيا به رسول كان عليه الصلاة والسلام لويري ألا مركا سوره سبحانه وتعالى. وإذا وقتك جاءك الذين كوي ماذا يؤمنون الرمين آية بآياتنا آيات كين الرمين آية. وإذا وقتك جاءك أي كوي ماذا نقول إلهي سيدك محمد كهو الذين كوي يؤمنون الرمين آية بآياتنا آيات كين فقل وحاد أتلا ذا سلام نبدقل عليكم كركينا هاتو كتب الله واحد كتب واحد من ربكم ربكين على نفسي نفتي سأل رحمة حريص أي كحكم يعودين حريصان آيو أنه لأنه شأنيه الله كحكم نفتي سأل رحمة من عمل الروح عمل فلأو منكم إذنك إذنك مدى سوءا حمان بجهالة حال أو يهكي كسوا جاهل لمو مرك حمان تأسو كر آيو ثم بعد إذا تاب النقضة من بعدها يود إلهي عمل كاسح بعد جيسة وأصلح هجاجي عمل كيسة فإنه ألا غفور اللي هو دافع إنه رحيم اللي هو نحي سنائي مركا هذا آيات دانو وحي كميتها للي من تتمة ما نزل في الفقراء ذاتك فقراء دا أهاي وأصحاب رسول الله أهاي وأنو عشر كانوا ركسوا قادني إن وحيابي كسود ديجي لما يستروي مركا ساء إلهي رسول كيسة وحوكوده وإذا وقتك جاءك أي كوي مادان الذين كوا يؤمنون الرمينا بآياتنا آيات كين الرمينا فقلوا حا أترى ذا سلام نبدقل عليكم كركينا هات معنا وحا لغوة ذا آيات دان قد الأخرى إلى غفور الرحيم لغا قال أي مركي كوي ماذا مركي هذا سلام تان وحي احتمال كرتها ليري
إن مركه السلام أو تحيا أي تاني أو مركه الرسول عليه السلام سق وكب اللابعي هذا وي مادام أيه أنا مركه خصوصية لوجا قد قايو معايا سلام تسيد الأوجي هاي ومشروع عيد وياي قفك أسق ومركه الصواب قاله أو قادمة أيه سلام تب اللابعي جري أو قفك مركه سلوي متكب اللابعي جري هذه هذا مركه قول كأصل قبته أو تفسير كأصل قبته جملة أنا وحي نقونيسا إنشائيين نقونيسا وعاك الله صور تقاله إن أي تايمركا في السلام الله عليهم سلام إلهي سبحانه وتعالى وسلام آيه كرامين مركاسي إلهي سبحانه وتعالى وكرامين آيه ومركاسي رسول كان الله أمري إنو إلهي حقيسي وكقارسي هذه مركا تفسير كاسل قبت لبدا تفسيرها كجرته جملة وحي نقونيسا خبرية اللفظاني نقونيسا ومعنى أوس كجره سلام ان مركز متدوي عليكم خبر كيدي نقونيسا وعانا سعود سيي ان مركز وحاوي ارنتاس لغو بلابو ودعو دعاذنا وحاي كميته مساقوغات كي كميته الهي وحوري سبحانه وتعالى واذا وقت جاءك اي كوي مادان الذين كوا يؤمنون رمينا بآياتنا آيات كينا فقل وحاو ترى ذا سلام نبتقل عليكم كركينا هاعتو سلام تهدى السلام عليكم واكو أنصحيسا ومركز السلام لا تنوينيه لكن هذا السيدة مركز السلام تأغسي حبون وحوية السلام عليكم ليلاده ومركز الله قليه لكن هذا السلام عليكم حتى واكو أنصحيسا ومركز وحوية من تاس لا تنوينيه واكو أنصحيسا لكن سلام عليكم ولمركز ليسو الله فيها سلام نقول ميسو كتب الله وحجمي كتب وحجمي ربكم ربكين لمن كاس مرك والله بشارينا يا على نفسي نفتي سأل رحمة نحريس أي إلهي كحجمي معنى ألزم نفسه تفضلا منه وإحسانا وي إلهي نفتي سو لازمي تفضل إيه إحسان أيون مارت يا لازمي أو إلهي إنه سبحانه وتعالى إذن نحريسنا أيه أي نفتي سأسكو لازمي أنه ذا إيه إنه لوضع والأخرية أنه ذا الدليل الآخر يا الله فتحي همزده وعوي رحمة الله جب الدليل يا إنه الدليل الله مرشأني إسكن غنيسا إنه شأني من عمل روح عمل فله أو منكم إذن كإذن كمدة صو أنهم من عمل فله بجهالة جاهل لمن كفر بجهالة من هو يحيس حيث ارتكبه وعلى إذا قفك سمركم معاصي سمينايا وهو كسوجي هاي جهال وكسوجي هالين ee macaasi la ma sameeyo macal cilmi sida saalalay oo qofku asagoo markaas waxa weeye ijlaalka ilaahay jalaalka ilaahay isagoo qaafil ka ah iyo macaasida sameeyaha leey taas marka waxay cadeynaysaa qofka muuminka dambi inuu san ka dhaceynin ila fi hali jahli ila waqti jahli oo ku jira mooyee iyo qafla mooyee marka hada aayadan fuqarada kariyana khaas ku mahan oo zaminka nabiga jooga cali sallallahu alayhi wasallam ee waxa weeye qof kasta oo maaratay ilaahi u soo noqdo ilaahi oo mil qiyaamati ayaa loo la jeeda hata dadkii caarifinta ahay waxa weeye xisbigooda ay akhristaan iyo awraadooda aayadan ay ku bilaabi jireen sida hadda abul xasan u shaadeli oo kale marka allah wuxuu dhahay subhana wa taala man amila ruuhi amal fala oo minkum idinka idin kamida suu'an xumaan amal fala bi jahalatin haalu ku sugay jahilnimo suma baadiyada taaba soo noqda من بعده جهالة أسبعديه أما حمانة أسبعديه واصلها هجاجية فإنه ألا غفور ألا هو دافعي ورحيم ألا هو نحريسنا وحيابه إلهي سبحانه وتعالى أقول نحريس الله بشراه كمتا هذا لا إله هو وكذلك صدى صوكر كما بينا ما ذكره وي أرنك أصلا صوشي غسان وصوع الديني وكذلك صدى صوكر أولا يا الله سبحانه وتعالى نفصل الآيات آياتها ونعضينينا قرآن كأيان عضينينا سحقه أو مارتيا أو ظاهره أو مغضه أو مركز الله وعمل فله وكذلك سيدا صوك رونا يا الله نفصل الآيات آياتها أيان عضينينا هوده إلهي ليظهر الحق ويحقه إنه مغضه أو فيعمل به اللي وعمل فله إيه ولتستبين إلي ظاهرتي عضاته سبيل المجرمين كو المجرمين تاوضضوض أي عضاته أو لقد إراده waxa loo cadeynayaa aayadki ilaahay waxa weeye xaq inuu dhaahiro iyo wadada dadka mujrimiinta ah inay cadaato oo la ogaado markaas laga fogaado iyo walitaas tabiina inay cadaato sabiilul mujrimiina kuwa mujrimiinta
وضدد إني عدات ولغا ديرادو وليستبين قراءة نواجرته وهذا وليستبين لكن سبيل المشرمين ليراد مركاس وحاوية واخداف مركاس نبغل على خداف آيو ساسال إليه مركاس لكن مركا هذا سبيل المشرمين ليرادو ولتستبين سبيل المشرمين ليرادو مركاس خداف نبغل عليه الصلاة والسلام على خداف آيو نقونيسا وهو نقونيسا إيه ولتستبين إناد عديس سيدك محمد كهو سبيل المشرمين كوى المشرمين تاوضوض عديس وكذلك صدع صوكالي كما بينا ما ذكروه نفصل الآيات آيالها ونعضينا نهو الإلهي سحق وأصوى ظاهر الله وعمل فرو إيه ولتستبين إناد عديس سيدك محمد كهو سبيل المشرمين كوى كافرين تاوى المشرمين تاوضوض عديس أولا قد إرادة وليستبين هديل إلى أن سبيل المشرمين لما هو يمرك سيدنه iyo wali yastabiina ila yaadaa sabiilul mujrimiina marka saas ayaa la leeyahay hadiis waa tawda rasuulkeena cali saad wa salaam taraktukum ala al mahajjati al bayda laylaha ka nahariha wa naharaha ka laylaha la yadhillu anha illa halikun waan idin kaga tagay xujadi cadeeday oo habeenkeeda iyo maalinteeda isamid yihiin maalinteeda iyo habeenkeeda isamid yihiin wax markaasi ka eelanayna oo qof ka eeshana ma jiro ilaa waa qof haale halaag sameey marka waxa way dhalkaas nabuu kaleey salaam salaam oo noogaga tagay oo markaasi kitaabka aayadaha ilaahay ayaa loo la jeeda marka waxa way liyaad haral xaqu ayaa laga wada xaqu inuu daahiro oo lagu amal falo marka dariiqa hanuunku waadix weeye dariiqa baadiduna waa cad yahay weeye ولتستبين إن عديسيت سبيل المجرمين أما السبيل وليستبين إن عدى سبيل المجرمين الدواء الآخر يا مركز هذه ولتستبين أتلا مركزي خضاه النبي عليه الصلاة والسلام لكن سبيل دواء لكردقايا لكن ولتستبين سبيل المجرمين أما وليستبين سبيل المجرمين هذه ليلة هذا مركزي وحاوي مركزي أو سبيل لكذو خضاه بن غميس قل وحاة لهذا إلهي سيدك محمد كهو وأن من كان مشركين تهدو تلا هذا إني يعني نهيت وحا لايغا ريباي أن أعبد الذين كو إن أن عابده تدعون إذنك أد عابديسان ومن دون الله إلهي سكديسة قل وحا تراهو إلهي سبحانه وتعالى إني يعني نهيت وحا لايغا ريباي مركا هذا وأمر إلهي حقي سكيمي ذي ورسولك سو أمر هاي إن رسولك عليه الصلاة والسلام كفارت أو لخضابه أو ضمع يا رسولك عليه الصلاة والسلام إنه مارتيا أو صوغ لدين توده iyo arintaas inuu ku radiyo oo damacooda la gooyo markaas uu dhahay Alla subhanahu wa ta'ala qul waxa u tirahow ilaahay kuwaas in aniga nuhiito waxa la iga reebay ana abudal ladina ku inaan caabudo tad'una aad caabudaysan oo min duuni ilaahi laysu kadiisa qul waxa u tirahow dha Alla hadana subhanahu wa ta'ala la attabi'u anugu raaci maayo ahwaakum hawadina raaci maayo oo waxa way hawadiin waxa way ilaahay qeyrkiis la caabudo mana raacay arin aniga arintaas la atabi'u anigu raaci maayo ahwaakum hawadiina raaci maayo qad xaqiiqaha dalaltu waana lumay idan waqtigaas hadaan hawadiina raaco law la qadara way rasuulka kaleeyhi salaam salaam hawada kufaarta ma raacay laakiin waxa markaasi laga wada nabiga kaleeyhi salaam salaam qeyrkiisa ayaa lagu dhiga hadlaaya qad xaqiiqaha dalaltu waan lumay idan waqtigaas hadaan raaco وما أنا أنوج منه من المهتدين كوه هنون متك مدمه ذاتك هنون إنكم أجره هذا أنت أصل هذا ما بدع يسوي هذا إلهي وحقول الرسول كيس قل وح أتلا هذا إني أنو على بينة بيان كور كيس متك سوى عيان هاي بينة ذا صوم من ربي حق ربي كأهاتي والحال قد حق غير كذبتم إذ كنا أد بينسين به بربي ربي أد بينسين إلهي هذا نوح سبحانه وتعالى والزيادة حدنا لسي زيادين أي طمع أو ذا فاسد كأولا سيجره ومعنوه وحوي هدمعنا لي رسولك عليه الصلاة والسلام إن الدين تين صوغله لأني على بينة من ربي ومن كان كذلك كيف يخدع نفك سداسة سيلو نككرا أو بعيدة سوقرها عايا وحي لمتاي وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومي سأهدي إلى مرة وأنكتقدون قل وحي أترى ذا إني أنيقى إني أنو على بينة بينة حجكر كذا قصقنا أو من ربي حق ربي كأهاتي وودا إن حال إسات قرح قد أو حرف التحقيق سوق الدريسة والحال قد حقيقية كذبتم أد بينسين أذنكنا به
بربي فنبيجي قد بينسين حيث أشركتم مركا أشريك يشين إلا قفك إلهي أشريك يله أو مشركة إلهي وابيني هذا نقول له هذا إلهي سبحانه وتعالى ما عندي أنيق أكتي إذا ماهن ما كي تستعجلون أدك دكسين ضلب إسان به ما هو عذاب إلا هو إلى ائتنا بما تعدنا وحد مركا أنه يبوهي سنوكين إلى هذين هذا هو الشيء يسي أنبيادي هرنا والا به جري سبو نزولك قيبتان دبو آيات وحوها رسولك أن عليه الصلاة والسلام نمن كاس هو مارتي كو أبسي قلي جري عذاب إنو كسود دقائي أيغونا عذاب كأتشيه يسيد كان إليه جرين أيغونا بيكو جيس جيساي سيه سورة الأنفال إدي ألا إلا أوتي دونه وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامدر علينا حجارة من السماء أو إتنا بعذاب أليم إليه مركا سيداس مركا إليهين وحاد قلنا هذا هو إلهي ما عندي أنيق أكتيد ماهن ما كي تستعجلون أدك دكسين ضلب إسان به ما قو عذاب إن الحكم ما الحكم حكمكم أو صنعان أو أرنتاس وحوية عذاب كسود دجين تيسا إلا لله الله مويه عذاب لسود دجيه إلهي سبحانه وتعالى أياك شغله إن الحكم ما الحكم حكمكم أو صنعان في ذلك وغيره وحكا استحوهم قاضوا إلا لله الله مويه شيء كستحوهم كيس إلهي بأسكاله يقص الله واقصون يا الحق حقه وهو ألنا خير الفاصلين خير الحاكمين أنت وحكمسة عليه خير وين يقضي الحق نوال آخر يقضي بعمرك يقضي الحق حق الله وحكمنا أيوه مكاس إلهي حقه وحكمنا إياه وهو ألنا خير الفاصلين أنت وحكلا بحس خير الحاكمين وي وحقك لصارت عليه خير وي الله سبحانه وتعالى أما يقص الحق حق أيوه الله قصون أيوه شيء وهو ألنا خير الفاصلين أنت وحكم صالح وخير وي سأصلها لي رسولك عليه الصلاة والسلام هذا الله وهو ده يقول وحأتي هذا لو قر أن عندي أني أكتيد أهالها ما كي تستعجلون أدك دفسي ما ضل بيسان به ماذا لقول لي الأمر أمر كواب الله حكم لها بيني أني دحديدي وبينك منك دحدين وهو عذاب كان إذن سودة دجلها وإذن كرها حيصلها لكن عذابك عند الله وي إلى يحول سبحانه وتعالى لو قر أن عندي قل وحأتي هذا لو قر أن عندي أكتيد أو أهالها لو كان الأمر وي مفوضا إلي أن أنت أني هدي الله يسوى بانده لها أولا يبه لها ساد دون تكييل وعوي إبات دينا أيان كان راح يصالها يعذاب كين في سدد جلها مركا هذا وحوي وي تهديد وي قل وحأتي له الإلهي لو قر أن عندي أني أكتيد أو أهالها ما كي تستعجلون أدك دكسين ضلب يسان به ماذا لقول لي الأمر أمر كوالا حكم لهاي بيني أنيك دحديد إيو بينك منيك دحديد والله الله سه أعلم أليه أكسون وي بالظالمين ظالمين إلهي سظالمين عالمه كي يغورت وعقابه غورتين نغطة وسأم إلهي سبحانه وتعالى مروا إذن عقاب الدونة إلا أن ظالم إلهي سبحانه وتعالى كورك وجره إلهي سبحانه وتعالى ظالمك وأسوغايا وأتوى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته إلهي ظالم كوا سوغايا مركو قبت نسي ديماي مركا الله هو عالم أو كيهي عقوبة الظالمين ته مركا وحبي يسدك دكسن نوي عذاب عذاب كوا هليلة يهد إسان صور نقنوي تأخير كمركا عذاب كدبك الله قد لقايا ظالمين ته حلمك إلهي وي سبحانه وتعالى هدان إلهي دلقات كي سجر لهين أحد بقى الدنكا كوما باقي أهالهين وأتوا إلهي ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن وعمرك عربض حيلا وحاف والحماة ضدك عامضة بركوض إلى هذه ضدك عامضة بركوض إلهي سبحانه وتعالى هدي أو سن مركاسي حلمي سجر لهين أو سن إلهي سبحانه وتعالى حلمي سجر لهين وهو البوابة بإلهي ساسوي مرك هذا آيات دار علمات وحيرة دين سيدة ظاهر كيد وكيناي وحاكم وقتالي أمر كواد دي نبغي اللوت يبي لهاي وقدر والد أن عذاب كودة أداء اختيار الله دي لهاي إنو كود الدجيلاي رسوله كان راحي سلاحي لكن سيدة هذا ما يلبب دين لورياني مالك جمالك الجبال كاهي مركو نبغي ويمي دي أو كفار مكة أي دبان أو مركا سيدة بورها نانكو جدين آي أو لهاي نبغي عليه الصلاة والسلام أم أقلاني أو حونا لهاي أرجو أن يخرج الله من ذرية أن يخرج الله من أصلابهم إلهي وحنكر الجينا نبر قوض إنه كصوص صاروا من يؤمن بالله ضد إلهي رمينا وعلى ليه
آيات سيدة هذا قصة ونالي وبالنظر لأصل البشرية بشر كبني آدم كسيدة وكسم يسيه مرك الله فيرشو أي أهرين تساس كينيسا ذاتك أبدايها معايا بشر كوحا سامي يلورك إيا نعف قالي حديث كاس مرك الله فيرشانة نبو عليه السلام ورحمة للعالمين وي نحديث با إلهي لصادر سبحانه وتعالى مرك إلهي سبحانه وتعالى نحديثيس أيو كدا يا أهرين تاس وأطول الله يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك مركا لو بشر كالضبيعة اللي قانو أرنت مركا أسل لك لقي لهاي أي عذابك المسودة دي لهاي لكن نبو عليه السلام بشر كعادقة سفدي سوى كبحسنية وعنده إلهي أكتيس وحاءه لإلهي مفاتح الغيب غيب كفريا الكيس لا يعلمها من أكسون مفاتح الغيب إلا هو ألمه إيه ويعلم الله وهو أكسوني هاي ماكي في البر بر قد إحديث هذا إيه والبحر بدل إحدى هذا وما تسقط ما دعضو ده الله من ورقة على من ما دعضو إلا إذا يعلمها ألا وأوجي هاي ولا حبة حبضنا ما دعضو في ظلمات الأرض أرد مديال كذا ولا حب مدقيا ما دعو إيه ولا يابس مد إنجنا ما دعو ووحوي أردكم ما دعو إلا أنت أسعدان في كتاب كتاب أي هذا كتاب كصوم بينه عض الله المحفوظ. مرك هذا آيدة وآيدة آيدة وين وين وآيدة كليجات مرك سورة دان ويسودك يسكليجات تضبعات كن أو ملك إلى سودك. وحياه بضن أو مرك إلهي سبحانه وتعالى قطري سو وحداني ستصالينا أيان قصوغن. إلهي نور سبحانه وتعالى وعاد مرك إلهي أصوله والله أعلم بالظالمين. ظالمين ت إلهي سبحانه وتعالى عالم أيكوي هاي. تاسي هدنا وحي أصير نغنيسا أدي لأن نغنيسا مركا صوله إلهي وعنده إلهي أكتيس أيا مفاتح الغيب غيب كفريا الكيس هذا إلهي سبحانه وتعالى مركو سوء عدي مركو هرو إنو لك اليوبي شيء والب إنو أسقو أهيسي خير هم نغضى شرس هم نغضى أو إن الحكم إلا لله إلهي ونصاره وعدينا يا مرلبات علم الغيب كإنو أسقو لك اليوبي ووحو ليه وعنده مفاتح الغيب ساسو ليه marka aayadaanu aayadii ka horeysay daliil u tahay oo waxay ka dhigan tahay asagoo ilaahay dhahay cadaabka iyo raxmadu qudrada ilaahay bay ku jiraan goorta ay iimaanayaan cid og ma jirto ilaa alla mooye laana indahum mafatihul ghaibi saaso kale idul dhigtay ilaahay aqlamu ilaahu ilaahay marka wuxuu dhahay wa indahu ilaahi aktis la ghayruhu way aya mafatihul ghaibi ghaib ka furayalkiis u ahaday khazaintisa ama duruqda lagu gaaray لا يعلمها من أوجا مفاتيح الغيب ك إلا هو علمه. قال علماء وحيد هذا وأمرت يا شنط مفاتيح الغيب ك لهذا إن الله عنده علم الساعة أدي إلى هيدا أن تقدونه واس سيد حديث البخاري وري لكن غيبه لما أنت سأله لجدة أنت أسكري معه لا يعلمها من أوجا إلا هو علمه ويعلم الله هذا هو أخسويه ما يحدث سوء قدره وأكسو دفناه في البر برجا بريجا إنه بريجا إسكعادي هو ما عدا البحر إنه تواد إيه كرتا أما سوى حوية طول كقفردا إيه والبحر بحر كان اللي ولجي ذا قريوينك أو مركز وبياش الكوريا اللي وبيجا جينكي سفيال لكن إن لا إسكوى إضلاقا في عنو طول كلوكا لقا ذا بر إيه بحر ويعلم ألا وأوجيهاي ما يحدث واحد كسود فينا في البر بريجا إيه والبحر بدا هذا نالا وهو وما تسقط ما دعه من ورقة من تانوس كسره ما دام النفي كهري من ورقة على ممد عضو الإلهي إلا إذا يعلمها إلا وأوزه كده الدون كان عالم كان دمان تيس كيال بد إيا بحر كيال هل كي على موقع صور على إلهي عالمه كي جيت كي كدع يسو ماشا أي كدع يسو عدد كدع آية إلهي عالمه كي يا علم إلهي جاري كراي ولا حبة حبة ممد عضو الإلهي في ظلمات أرلي أرلد مديال كيدا كما دعو جيدها سحبدها كيالا أو مركاه وحيابها سكيالو مرها كيالو كصوت دادنية نوع كسان نقداني أو أرلد كصوت دعاية مبد جيدا حبدا سنما دعو الإلهي ولا هدب مدقيا مدعو الإلهي إيا ولا يابس مد إنجيجان ورقضا إيا مركاه كو عطفانتهي أو وحاوية علين قيا إيا علين مارتيا أو وحاوية قللا إلا في كتاب الكتاب أي هذا ينو إلى كتاب كاسون بين والله المحفوظ وي وحكس فوحوي يسوي علم الإلهي أوجي هاي
هذا الشيء كسته ديوان كاس إلهي الله المحفوظ يا وح البكيالين وح مركز كبح سنة مجران وح علم إلهي أو غيب كوه جران ويجران وح الله المحفوظ كبح سنة جرا أو علم إلهي سبحانه وتعالى كقر سنة جرا معايا علم إلهي الله المحفوظ كواكسي ويوم الله المحفوظ كو إلهي باو حكو قري مركز علم إلهي وح جرا مجران سيادب هذا عشر كين أنت سوق إجهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيادب هذا عشر كين أنت سوق إجهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيادب